في الدنمارك لوني ما ناخذش الديسير في الصباح، هنا كناكلو عادي. صراحة فطور رائع. هذا تزلق. أنا جبت معايا الفيتامينات، هادو هما الفيتامينات. بطيخ دلاح كلشي دماري تقريبا كيشبه. البارح نعست كاو من بعد هذاك داك الحوت اللي كلت. ما شربت الماء بحال دايما، شربت فوق في البيت عاجي تنفطر. ذوق الليمون تقطعو حلو. قول الجنة. أنا حيت في الدنمارك ما قدرتش ن هذا كاسكي خا هاد حدايا. درت ألم مع تسعود عدا وضرب، وأنا راه 8:30 وأنا 8 الصباح أنا فايقة. المهم بغيت نقول لكم في الدنمارك مستحيل نفطر بوقت. فكان غير هذه العاده السيئه ملي كنجي لهنا كنبقى نفطر بالفواكه. انا ناس شويه حامي ولكن مفيد. تعرفوا هذيك هذه الشوربة العظيمة ديال الشوفان، روعة روعة. أنا قررت ما ناكلش الخبز بعد العطلة، الحمد لله ما تعشيتش به البارح، ولكن خديت شي شوية ديال البيتزا وخديت شي شوية ديال الروز. المهم هادي احسن شوربه اللي كنحمق عليها ديال الشوفان. عرفتي ديري فيها العسل الحار، غزاله غير بالحليب والعسل الحار. المهم اللي بغى الصحه شوفان الخرطال غزال غزال روعة.
هذا الاخر كيتهز صراحه. خليش هاد لوطيل كله سياح قليل سبليون. المهم هاد العجب، هاد العجب كما كتشوفوا فيه زريعة، فيه شوفان، فيه كورن فليكس اللي وريتكم، وخديته بحليب بالشوفان ماشي الحليب العادي، صويا بالشوفان، خديته صويا بالشوفان، صويا بالشوفان. I don't have how to fix it. Why? عصير تفاح مع الزبانخ. اصوات الحبوب اللي كنت نقلب عليهم البارح باش نقولها لكم، الشيا، الشيا خير حطينا السمسم اللي هو الزنجلان، والشيا واحد نوع اخر تاع الشيا نسيت على اسماء، قرب الزهايمر والله. نذوقوا عصير سبانخ، بسم الله. طحنينه فريش ماشي كيتباع، حسيت فيه القشره ديال السبانخ كاينه. شوفوا الاكل الصحي، شوفوا مطيشه والفلا خيار طمع سبيد، هذا اللي كنبغي مشمش انتم ما عارفينه، فواكه السكيه سك خوي سك، وخذي التميره. ومازال غنزيد هذيك الشوربه لاننا قررت اليوم ما ناخذش الخبز نهائيا، ما ناكلش خبز، ما ناكلش حلويات حيت حلويات عندي فوق. كاين انواع ديال الخبز الناس واقفين عليهم تيسخنوا، ما قدرتش ما بغيتش نصور. وانواع ديال لي ماشين ديال الكافي كابوتشينو داك تخربق كاملين، وانواع ديال العصير ماكينه ديال العصير كل اوطيلات كاينين في العالم كامل. المهم انواع ديال الخبز صراحه جايين، فأنا نشوفوا الخيار ما واحد عيب شوي عليه. عرفتي اللغات، ها الألمانية، ها الدنماركية، ها الفرنسية، ها الإسبانية،
وهاد الروس اللي جايين قدامي روسين. هاد الفرماج هذا تذكرني بالطفولة، بحال هذيك تنقولوا لها الكليلة ولا ما عرفتش داك الشيء شي حاجة. فرماج فن 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 غزال، مع انه حاطين انواع ولكن انا كناخذ غير هذا. روعة. كان كله كان برد. شوفان هو اللي غادي يخليني صابرة على الجوع صحي، هو اللي غناخذ ان شاء الله. الحلويات اللي خليت البارح ما خديتهم باقي فوق الثلاجة، ما تحطهمش. شوف تبارك الله حتى التمرة محيدين لها العظام على قول عادل الإمام، نلهطها على طول. عقبت راسي بهاد الفلفلة وجبت بزاف. انتم عارفين الفلفله خضراء كتاخذ الوقت فاش تكال، والمشكله انا متعوده كناخذ شي حاجه باش كنرجع الطبسه الخاوي، ما كنبغيش نرجع عامر لانه حرام. هادشي كاع اللي كليت انا يعتبر بحلمه. هما واخدين لي سواسيسو بير، انا كليت البارح بيض، اليوم بغيت ناكل بيض. واحد شافني كناكل بحال القنية، بداك يشوف، شافني من مطيشة الخيار، من الخيار الفلفلة. الحمد لله ثقافة الأكل صحي الحمد لله. المهم شي جبت الشوفان، صراحة ما كرهتش نفطر شوفان ونتغدى شوفان ونتعشى شوفان. غزال 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 غزال، مفيد بزاف بزاف بزاف، تينظف القولون قولون. صحي صحي الوجه. صوروه هما راه كيشربوا عصير ديال كيسميو افينا، كيستعملوه هما للوجه، كيستعملوه في كل شيء بصراحه. شوفان شوفان مفيد بزاف بزاف بزاف، يعني درجه ما تصوروش. اضطريت ندير هكا نصور لانه باش نهضر باش ما نسمعكمش اصوات، اسمعوا اصوات مختلفه. اقسم بالله اقسم بالله افخم من خروف محشي. خروف محشي خروف مشوي وحق الله غزال. النهاية
انا كنرجع لهم تفاصيل نقيه. المهم هذه اللي قلت لكم البارح ولادي كيحماقوا عليها ملي كنمشيو لتيفولي داكشي كنشري ولكن نسيت سميتها. انا ما بقاش عندي القضيه ديال الاسماء وليت كنسى بزاف. اكيد عارفينها هي عباره على بطاطا. المهم القليه اكيد كروكيت لا ويلي 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 كنعرفها. المشكلة حتى ما حاطينش السميه ديالها في سميتو. واحد تيشوف فيه يسحب لي حمقه من هضر بوحدي هو راه ما شافنيش كنصور. المهم هذه اسبانيونيه اسبانيش ودابا واخا نقلب عليها تنصغر ما لقاهاش سميه. المهم عباره بطاطا. سولت دابا الكارسون مسكينه قالت لي ارينا ارينا هي طحين اذا ماشي بطاطا. على فكرة وليت كنحط هاد الفيديوهات هكذا بغيت غير كرميهم لأني عندي مشكلة في المونتاج. ف هذاك أخونا اللي سميتو اللي كيمونطي ليا شنو سميتو أقسم بالله نسيت سميتو. المهم هذاك لورونج ديال يدير فيلم فيلم البرودكشن. نسيت المهم هذه دايره بحال بيني داكشي اول ما دقتها سبحان الله العظيم كاين في المغرب وفيها دايرين فيها ها انتما كتشوفوا دايرين فيها السكر بحال بيني انا يسحب لي بطاطا. ديما كنت كيسحب لي بطاطا في الدنمارك حيت ما كنتش كنعرف نقرا اسبانيوني. دابا قالت لي الارينا طحين ما ناكلش. غير دقت منها باش نقول لكم مذاقها. المهم مذاقها بحال بيني ديال المغرب ما كاينش فرق. هذاك سميتو باور شي حاجه. المهم ما بقاش باغي يخدم معايا. عيط البارح من صاوب في الفيديو كنقول له الله يهديك الله يقاد لي هاد الافلام هادو اللي عرفتوا هذاك الاب ابليكيشن تيكون في ابليكيشن والو. فاضطريت دابا وليت كندير لي فيديو وكنرميهم ما عنديش كيفاش غندير نجمعهم. البارح حاولت مع ديال فيتنس ماشي ديال فيتنس ديال سبا ولكن ما قدرتش. المهم ربي غادي يحلها ان شاء الله لانه اجمالا هي بسبب التليفون ديالي صافي عمر ولا عمر بزاف بزاف بزاف. المهم انا خديت دو دانونات واحد باش غنختم به الفطور واحد كنديه معايا دائما في الفوق داري. المهم انا هادي مرمر ما كنحسها هادي الفرقانية هادي بودينغ هو حاطين عليه بنان ولكن ما نعرف انا ما كنفهمش بزاف هادشي شي مسائل تيكون عارفها فهمت مابقاش نعرف.
المهم ساليت الحمد لله ساليت شبعت والحمد لله ما خديتش خبز ما خديتش حلويات وخدخت من هذه الحمد لله اكل زوين 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 بزاف الناس باقيين تياكلوا وما شربتش حليب ماشي مشكل امشي دابا نشوف حاجه اخرى ماشي ماكله لا حاجه اخرى فوق حتى نشوف انا طلعت الفوق وري لكم هادشي هكذا من الفوق البحر اللي هي كتشوفوه صراحة هنا بيسين وهنا يديرين الجلسة هذه كنت ركب عليها دابا صح ما عرفتش كيفاش غادي نصور بها هكا هذا هو غادي نمشي هادي شي حطه نقدر ندير لها هكذا هكذا تبعد لها كنت مشى المهم انا مقدرش نتمشى حيت وحدة متصور هادي مهم خمسة ديال الطبقات يا كودي وجايبة معايا دانون ما نقدرش نلعب أكبر أكبر خطأ الواحد يلعب هو عاد هاكا الواكل شوف المنظر الصورة زويون وأنا دابا طلعت لفوق هي رقم 15 5 أنا ما تفضلوش ما نديرش أسانسور في الأول طلعت في الأسانسور دابا غادي نحاول نهبط باش ندير رياضة إن شاء الله يعني كنقصد الرياضه يعني نتمشى بدل ما ناخذ الاسانسور اما باش ندير الرياضه ديال الحديد اللي داير لنا الفوق في الجيب صعيبه على ود الماكله عاد كليت شتي دابا هادي الرابع وكنت في الخامس دابا انا نهبط هنا الثاني اصلا الثاني تاني قربت ماشي مشكل المهم الجيم ديرو فوق في الخامس السبا ديرين ها لتحت ها التاني وانا مشي التاني التالت وانا مشي التاني لا صافي لا عقل مشا نظلم اش نركز مخي ضاع ضاع يا سادة ضاع دايما تلف 2-1 انا هنا انا هنا شتو هادي 2013 ل 2020 هي انا وضهرون ملبكني وخصني كامل جبت سويرت مهم غنوريكم دابا الجو في هاد الصباح شوفوا الجبل الجبال
شفت الجبل يا خوتي التي نعلق عليها هذا الصاك وهذا جبته خفيف عرفتي حيت هزيت بزاف ديال الثقل في الدار هي فقلت نرتاح هي الباب تحل الباب تحل ولا صحابنا ما تحلش صافي الله يضويها علينا كاملين المهم نمشي نشوف انا شوف المنظر هانتوما وخاش حتى واخا كلشي ولكن روعه غدا غتكون الحراره عادي حتى الشتا كتنظف والناس نقيين كتحسوهم الناس في الوطيلات عايشين حياتهم ما كاينش مشكله المهم بهذا المنظر هذا نقول لكم في امان الله